انطلاقا من رغبة الكفاح التي يحملها أي إنسان يؤمن بقضيته، جاءت فكرة فيلم يافا أم الغريب، الذي يوثق من ذاكرة الشعب الفلسطيني زاوية لن نراها إلا في عيون أولئك الذين شهدوا يافا قبل النكبة وقبل أن تتوالى النكبات على الشعب الفلسطيني. فعلا هي كانت ام الغريب، يافا هي كانت صحيح القدس الشريف هي كانت عاصمه فلسطين ولا زالت عاصمه فلسطين، لكن يافا هي العاصمه السياحيه التجاريه الزراعيه الاقتصاديه. صحيح من يافا ويافا هي بدمي، بس كل فلسطين هي حق للعرب والمسلمين كلهم. تعمل هذا التاريخ والتوثيق مهم جدا، لأن التاريخ الشفوي هو الذي يؤكد حقيقة أن هي أرضنا وأن بيوتنا وأنه تركناها يعني زي ما بيقولوا قصرا وليس رغبة في أن نترك بلادنا كما بعض الناس قد يقولوا أنه إحنا تركنا بعنا وطلعنا. لا، إحنا كان تركنا عن يافا غصبا عنا. يعني يافا عروس فلسطين وكنيتها أم الغريب. هذا الفيلم الذي استند تصويره على شخصيات عاشت مراحل مختلفة في يافا وصور من أرشيف تاريخي رسم تلك المدينة التي وجدت قبل أكثر من 4000 عام وكان اسمها يافي، الذي يعني باللغة الكنعانية الجميلة. توثيق الشفوي للشعب الفلسطيني، والرسالة المهمة اللي هي توثيق عن مدينة يافا، اللي هي كان الفيلم عبارة عن صورة بانورامية لمدينة يافا قبل العام 48. أنا كان هدفي ما أعمل فيلم بكائي، أنا أعمل فيلم يبين التاريخ الثقافي والحضاري لمدينة يافا، ونرسم بصورة للمشاهد عن طبيعة الحياة بيافا من كل النواحي، الناحية الرياضية، الناحية الفنية، السينمات، الشوارع، كيف كانت المدينة تحيا قبل النكبة. واللي ميز الفيلم اللي هو وجود ناس يعني شهاداتهم حية، يعني وكانوا موجودين يحضروا معنا، فهي يعني أعطت مصداقية لنا، مصداقية للفيلم، مصداقية لجهة الإنتاج، إنه الأشخاص اللي موجودين حضروا وهم نفسهم أشادوا بالفيلم. وثق الفيلم موجات التدمير المتعددة التي تعرضت لها المدينة وروح المقاومة عند الشعب الفلسطيني الذي عجز السلاح وعجزت الانتكاسات وعجز الاحتلال عن تدميرها، بل وستظل الروح تنتظر العودة إلى يافا. لن نسمع ما نسمعه عن يافا لو رويت حكاية العالم بأسره، ولن نرى أجمل من لون برتقال يافا ولا هوية يافا ولا أبلغ من روايات أهلها الذين شهدوا الحضارة والعزة ونشروهما. يافا أم الغريب نراها بعيون أهلها جنة المعرفة ونافذة العلم. رايا يعقوب، الغد، عمان.